يعني سأتوجه مباشرة إلى بهذا السؤال إلى الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين. شيخ، يعني يتساءل المحللون في الاستوديو بأن هل زلاتكو يعلم بأن العين يضع البطولة الآسيوية نصب عينيه أم أنه لا يعلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أني أمسي على المحللين وعلى المشاهدين من سبورت. في ما في شك استراتيجية نادي العين واضحة من بداية الموسم بالنسبة للجهاز الفني، كذلك الإداري وأيضا اللعيبة. ولكن نقول نحن الحمد لله على كل حال، يعني كنا ممكن أن نخلصها بالشوط الأول، لكن المهاجمين ما توفقوا أمام المرمى. الشوط الثاني حاولوا، بداية الشوط الثاني الفريق النفط من رمي التماس مع المدرب نتكلم معاهم في هالخصوص هاي، وهذا ساي لعب الكرة الإيرانية، يعني التماس عندهم نفس الكورنر وقدروا انهم يحققون الهدف، لكن الحمد لله ياسر الفريق انه قدر انه يرجع. حاول الفريق انه يظهر بثلاث نقاط المباراة، ولكن نقطة من فريق النفط ايضا بعد مو بسهلة. نعم شيخ، يعني انا هنا اتابع الاجواء في ايران، الجميع حتى اللاعبين نفط طهران كانوا يتحدثون عن عمر عبد الرحمن، ربما هو لو جاء في اول المباراة لوضع حالة نفسية أخرى لدى فريق نفط، ولكان هناك تردد وكان الوصول للمرمى أسهل. لماذا يعني جلس عمر عبد الرحمن كما بعض اللاعبين على دكة البدلاء بدل من أن يدخلوا في أول المباراة؟ نحن كل ثلاثة أيام عندنا مباراة، يعني بنرجع بنلعب مباراة بعد ثلاثة أيام مع فريق الجزيرة اللي هو ثاني الدوري، أيضا بنلعب مباراة بعدها بيومين، وبعدها بيوم راح نسافر لأوزبكستان. عمر راجع من إصابة، فصعب ان نحن نخاطر في عمر ان ندخله بدايه المباراه. تعرف الفرق الايرانيه التحاماتهم الجسمانيه ما شاء الله عليهم، اجسامهم قويه، اذا قارن باجسام عمر فالمقارنه تظلم فيها عمر. فعمر الحمد لله تدريج قاعد يرجع للمباريات، وان شاء الله انه راح يبدا بعون الله على حسب التقارير اللي نشوفها بيبدا مباراه الجزيره، ومن ثم ان شاء الله راح يبدا جميع المباريات. نعم شكرا لك شيخ عبد الله على هذه على وقتك. نعم عبد العزيز، يعني يمكن الإشارة إلى أن